يعني قضية الأسرى في الحركة الوطنية الأسيرة فعلا يعني بمر بظروف قاهرة وصعبة جدا ومعقدة، وهذا يحتاج إلى جهد حقيقي بالمستوى السياسي والحكومي والرسمي والشعب والفصائل، ويجب أن نوقف على كل قضايا الهامة وخاصة قضية الإدارة اللي أكثر من يعني 3000 حالة إدارة تحويل، وهذا شيء سابقة في كل العالم بهذه الطريقة. وكمان يعني في الاحداث الاخرانيه المرضى اللي بحاجه الى يعني تدخل طبي بشكل جدي، ناهيك عن كل القضايا اللي بالعزل والتنكيل والتفتيش. امبارح بالامس كان يعني دخول يعني كل القوات هذه المجنونه الصهيونيه على سجن النقب بكل اقسامها وتفتيشها يعني بشكل يعني جنون، وكل الظروف القاهرة اللي بالحركة الأسيرة اللي حتى في ناس معتقلين غير معلوم أماكنهم وفي سجون سرية، وهذا يعني خاصة في قطاع غزة الحبيب اللي تم يعني اعتقال أعداد كبيرة وخضعوا لتحقيق وتنكيل وشيء يعني أقطع من غوانتنامو ولا أبو غريب وكل السجون السرية اللي في العالم. من هون يعني في الحركة الأسيرة بتمر بظروف قاهرة عليك أنه كلة الأكل وكلة النوم ولا زيارات بشكل حقيقي جدي، الفورة الكنتين كل القضايا اللي كان فيها إنجازات تاريخية للحركة الأسيرة تم سحبها ومضايقة عليهم، ولكن هم صابرين صامدين في عرينهم في سجونهم، وكل الاحترام لقيادتنا الحركة الأسيرة. أنا بتشرف إني أوقف هذه الوقفة مع الشارع الكرمي وأسمع نبض الشارع الكرمي بالنسبة لورقة هامة اللي هي ورقة الأسرى. كل يوم حجم المعاناة بيزيد وبكبر وتزيد الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال الصهيوني الغاصب على أسرانا الأبطال عمالقة الصبر. ولهذا الموضوع إحنا منوجه رجاء للمؤسسة العامة إنها تهتم بالقضية الاستراتيجية السادسة اللي هي قضية الأسرى، لأنها أضحت ورقة الأسرى ورقة هامة تضغط بها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وقضية الأسرى تمس كل بيت فلسطيني ومن خيرة أبناء الشعب الفلسطيني. نطالب بتبييض السجون وتدويل قضية الأسرى وجميع فئات الشعب الفلسطيني تتحمل مسؤوليتها كاملة وتقوم بواجباتها تجاه هذا الملف، ملف الأسرى وتبييض السجون. وعلى مؤسساتنا جميعها الأهلية والمدنية أن تقوم بواجبها تجاه هذا الملف، وأن تقاوم بالثقافة وتقاوم بالقيم وتقاوم بالالتزام المهني والأخلاقي لتبني الوطن ولا تنسى الأسرى.